السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم يا أجمل متابعين؟ إن شاء الله يا رب تكونون بأحسن حال. يا هلا وغلا فيكم، نوريني جميعا وحياكم الله في قصة جديدة من قصصنا. ولكن قبل ما نبدأ بسرد القصة، لأول مرة يشوفني يا ريت يضغط على زر الاشتراك، وكمان أعطوني لايكات كثير لهذا الفيديو. ولمحبين القصص حيلاقونها في قوائم التشغيل في قسم قصص حقيقية، استمتعوا بسماعها. نبدأ بقصة اليوم، وتقول صاحبة القصة: يا هلا والله، أنا وحدة تزوجت وجبت ولدين وبنت. فبنتي توفت الله يرحمها، يعني من زمان صدمتها سيارة وتوفت. ومن بعد وفاة بنتي تطلقت، وحياتي عند أهلي صارت يعني جحيم، ماني مرتاحة. ولدي مصاب بتوحد، تعبت مرة بعلاجه، والفلوس ما في، يدوب عايشة على الضمان. المهم لين رب الحمد لله أذن بالشفاء لولدي، وشفي بنسبة 80%. فأنا وقتها خلاص صار فيني لهفة، يعني ملهوفة مرة، أبغى بنت، أبغى عوض لبنتي الله يرحمها. فكنت ناظر للبنات يعني اللي في الأسواق اللي كبرها، قلت يا الله لو أنها عاشت كان دحين يعني عمرها 8 سنوات. فكنت أقول يا رب أنك ترزقني بالزوج الصالح. أنا واحدة يعني اتطلقت وأنا صغيرة، ما عشت حياتي، لكن الحمد لله. سبحان الله، مرت الأيام وربي كتب لي بزوج، يعني صحيح أنه كبير علي لكنه غني يعني، وصاحب أملاك وطيب وكريم. فدلعني دلع يعني، سمعني كلمات كنت أحس بأني بموت وأنا لسه ما سمعتها. وأنا يعني حرمة سنعة، حيل حيل دلعته، يعني دلعته دلع ما حلم فيه أي رجل. أتجمل وألبس وأغير البيت كلها من فلوسي اللي أنا أجمعها. تعالوا عاد شوفوا ريحة البيت كيف، بيتي كيف، تقديمي له لقهوته، صواني كل فترة شكل، يعني أكله ما يجي دوري إلا أنا أطبخ له طبخة جديدة. طبعا هو عنده 3 حريم غيري، الكبيرة معطيها تقاعد لكن لسه على ذمته في نفس البيت، يعني نظام ونظام شقق. المهم يقول لي أنت دائما تحسسيني أني أنا طفل. فكان يقول لي يعني أنا أحس أن أنا عندك يعني كأني طفل، أحسك كأنك أم حنون لي، مع أني أنا والله كبر أولاده. صح ماني صغيرة يعني عمري 42 سنة، لكن هو كبير يعني عمره في 70، بس أني حبيته يعني تعلقت فيه. تخيلوا لما يدخل استحالة أني أقابله إلا يعني أنا كذا على سنقة 10، يعني أحمد الله دائما إذا دخل علي يقول الحمد لله أن ربي رزقني بوحدة زيك. حتى الغرفة والله كنت أتجنب أنام فيها، أخاف أني أزعجه بالجوال أو إضاءة الجوال. كنت يعني أصحاله من الساعة 5 الفجر لأن يقول يحب يعني الخبز اليدوي، خبز التنور وكذا. كنت أتعلم له أشياء جديدة، خبز الصاج والتنور، بس أني أدور رضاه. يعني حتى عياله استقبلهم، اقول له دائما خليهم يجون معاك للعشاء. صح انه تعب علي بالمطبخ، بس يعني انا ما كان عندي شغاله، فاقول له اذا جاك ضيوف وكذا انا اللي بطبخ، مع انه الدور ما يكون لي. لكن سبحان الله كنت انا احاول اني ارضيه بشتى الطرق، الين ربي رزقني بحمل من 2 شهر. طبعا الحمد لله فرحت فرح يعني انه بيجيني طفل بعد هذا العمر كله. فمرت الشهور، وبعد كم شهر من زواجي، يمكن تقريبا 3 أشهر أو 4 أشهر، يعني صرت أشوف بعيونه كذا شيء غريب، أحس كل ما نظر لي كذا أحس أنه مخبي عني شيء. المهم لين وصلت أنا لشهري 4 في حملي، سقط الحمل يعني سقطت من كثر الشغل وكذا. فهو تغير علي جدا، تغير يعني صار يعصب، صار بس يبغاني يعني أخدمه وأجتهد يعني مرة في خدمته، وهاضم كل حقوقي. يعني كل ما كلمته قال لا احنا ما حنا مطولين مع بعض، يعني كل بعد يومين يسألني احنا كم قضينا مع بعض، كم مدة زواجنا، كم عدالنا وحنا متزوجين. دائما دائما يقول لي يعني احنا كملنا سنة او لا، يعني حتى هو مبسوط والله العظيم يسألني هذا السؤال، احنا كم بقي لنا، يعني كم مضى على زواجنا. استغرب، يا ربي هذا الانسان ليش يعد، ايش عنده يعني ليش يعد احنا كم لنا، احنا كم بقي لنا، يعني اسئلته مره كانت غريبه. المهم اني قلقت كثير، يعني تعرفون شعور عدم الاستقرار، مع انه ما يقول شيء لكن سبحان الله عيونه تخوف. مضيت مع هذا الادمي 10 اشهر، طيب وانا على تدليع له. وفي يوم من الايام قلت له يعني يا فلان ترى بكره ابطلع عند اهلي. قال لا لا لا، قلت يا ربي أهلي أنت تقول لي بالشهر مرة، خلاص أبطلع عندهم أبروح عندهم، والأسواق تقول لي لا، كل ما قلت لك تقول لي لا لا لا. المهم سكت، بعدين كذا راح يعني راح وتركني. بعدين أرسلت لقيت خلاص يا حياتي يعني أنا ما بروح، أهم شيء عندي رضاك وكذا. ونمت وصحيت الصباح يتصل علي يقول لي اطلع من البيت خلاص أنا طلقتك.
أنا جالسة بستوعب الرسالة يا ربي، أنا ما فكرت بشيء. تدرون تخيلوا في الليل رحت اشتريت شموع باسمه وحركات وكذا، قلت إذا جاني يعني أنا براضيه. قال لي وقتها خذي السواق وروحي لأهلك. قلت ليش؟ أنا بيش قصرت يعني معاك؟ قال لا أبد، بس خلاص يعني زي اللي يقول انتهت خدمتك خلاص. يعني سبحان الله عيونه كانت مبيتة لي النية بالطلاق، لكن كان يبغى يتمتع سنة، يعني 10 أشهر تمتع فيني وبعد كذا طلقني، يعني زي السلام عليكم بدون أي شيء. فأنا مرة أحبه، يعني مرة أموت فيه، أغليه غلا، يعني بغيت أتجنن. رحت البيت أهلي يعني بالغرفة هذيك أنا وولدي، طبعا ولدي الصغير كان شرط أنه يوم الملكة أنه يبقى معاي، والكبير مع أبوه عمره 17 سنة. المهم لما رجعت أنا عند أهلي بهذيك الغرفة، عفشي كله حتى بنفس الغرفة، رجعت لحياتي، حياة القهر، حياة الكرف، الحياة الصعبة. أنا من جد أغليه وأبغاه، يعني عشت معاه أجمل لحظات عمري، على انه يعني كان يكرف فيني وكان يعني بس يتخدم فيني كذا، بس كنت مبسوطه. المهم صار يتصل علي، فرحت يعني يقول لي انا ما اقدر اعيش بدونك، انا احبك، انت جننتيني، انا كاني انولدت من جديد، احس انه عادت لي الحياه. قلت له طيب تعال رجعني. قال لا 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 مو الحين، العده توها بدت. كل يوم كان يتصل كذا يسمعني كلام احسن من الاول، الين من جد تعلقت فيه اكثر واكثر، الين عدت على فتره طلاقي معاه تقريبا 5 أشهر. فالمهم انه صار يطلب مني اني اقابله بحجة أننا نتفاهم يعني، وبعدين صار يطلب مني خلوة. تعجبت يعني ايش انت سلامات، يعني كيف تطلب مني كذا؟ طيب تعال رجعني بالحلال، ليش نروح للحرام؟ احنا يعني هدفنا حلال. رفضت وهاوشت كذا وتكلمت عليه وسبيت على انه كبير بالسن، بس ايش يا ناس، عنده نرجسية، عنده فخر بنفسه، ما حد يتكلم بوجهه أبد، لا تعلين صوتك علي مرة، حتى لو أنا كنت على غلط أنت ما تتكلمين ولا بكلمة، يعني عنده نرجسية فظيعة. ورغم هذه الشخصية إلا أنه تحمل السب كله اللي أنا قلت له، طبعا ما زعل. بعد يوم راح اتصل علي ويرسل ويعتذر، يقول أنا خاني التعبير، أنت بس لو طاوعتيني بطلبي كنبت، بعدها بروح على طول لأبوك على طول وبرجعك، لكن أنت يوم رفضتي وقلتي لي لا ومدري إيش وسويتي اللي فيها زيت وزنبليطة، لا خلاص أنا يعني أنت هنا ما نجحتي بالاختبار. قلت طيب أنت المفروض أصلا تفتخر فيني، أنا مو حقة خرابيط، يعني خرابيطك هذه ترى أنا مو راعيتها، أنت المفروض تفتخر أني أنا أحبك، أنت كنت زوجي، أنت كنت زوجي قبل كم شهر وستري، كنت بكون أم لعيالك، ما فكرت يعني أنه يروح تفكيرك لكذا. أنا واحدة عرفتك زوج، ماني متعرف عليك ترى يعني أو رامي عليك رقمي، أنت زوجي وطلقتني، قلت لي برجعك وأنا أبغاك، يعني فعلا أنا أبغاك لكن بالحلال. قال لي طيب اصبري بعد كم يوم وأبارجعك. قلت يعني أجهز نفسي؟ قال إيه وجهزي نفسك. وعاد. المهم رحت من جد تقضيت واشتريت، مر يوم ما أتصل، وهو مو بالعادة يعني أرسل عليه وينك ومدريش. قال لي أنا تزوجت وسكر. أنا بغيت انجلط، المهم ودي يعني ما أنا مستوعبة ليه يسوي فيني كذا، والله العظيم مأمني 7 أشهر كل يوم تقول لي أحبك، كل يوم تقول لي أموت فيك وأبرجعك وتجهزي ومدريش، وين كلامك هذا؟ المهم راح ثاني يوم من زواجه يدق ويرسل واتس ويترجاني اني بس ارد عليه، انا رافضه. قلت له انت واحد كذاب، انت ظلمتني، انت خليتني حتى اغلط بحق نفسي، حسبي الله ونعم الوكيل عليك. قال لا انا برجعك كذا ومدري ايش. تخيلوا يعني بدمته 4 نسوان للان. قلت له طيب والرابعه خير ترجعني فين تحطني يعني؟ قال لا ما عليك، انا زوجتها لكن ما جات زيك، قديمه يعني لبسها قديم وكذا وما جازت لي مره، وزواجي منها صراحه انها غلطه، انا ابغاك انت ابارجعك، اصبري لين نهايه الشهر وبتكونين عندي، ما اكون رجال اذا ما خليتك عندي. قلت له انت واحد كذاب، انا شكيت فيه يعني انه له هدف مني. رحت انا اتصلت على الشيخ وقلت له يعني كل السالفه، فراح الشيخ الله يجزاه خير اتصل عليه بكل ادب وقال له يعني انا من طرف فلانة، انت قل لي ايش تبغى منها، ليش تلحقها، انت اذا تبغاها بالحلال زوج ابشر بنوقف معاك. قال لا والله اني ما ابغاها، يعني انا يوم طلقتها ما فكرت اني ارجعها. قال للشيخ طيب يا ابن الحلال اتركها بحالها يعني خلها، ايش تبغى منها تلاحقها. فالمهم بعد يومين من كلام الشيخ معاه دخل علي من خدمة ثانية بجوالي ويتكلم. المهم أنا رحت بلغت الشيخ أنه رجع واتصل علي وكذا،
فراح رجع هو الشيخ اتصل عليه قال ها مو امس تقول لي ما تبغاها والحين ملاحقه انت ايش تبغى منها بالضبط؟ الشيخ يعني قال له اسمع اذا انت يعني لها مكانه عندك ما راح تقدر تتركها. قال لا والله يا شيخ انا ما لها ولا مكانه بقلبي. يعني تخيلوا كم مره يعني حول لي مبلغ مالي يغريني، انا ما فهمت يعني فكرت يعني انه حق لي اني انا تركت اغراض يعني لي ببيته وكذا. انا بوصل لكم انه متخيلين انتم رجل بعمره في السبعين وعنده بنات وعيال وزوجات حاول علي اني انا اللي كنت في يوم من الايام زوجته اللي كنت انا له فراش وستر كنت عرضه وشرفه حاول اني يطيحني بالحرام من غير ما يلجأ للحلال؟ يعني عندنا حل، عندنا ابن الناس بالحلال نرجع ليش انت تبغى الحرام؟ انا ماني فاهمه ليه. فكنت دائما استودع الله سبحانه وتعالى عرضي وشرفي وسمعتي كل يوم سبحان الله، يعني ربي حماني منه، كنت منقادة له بسبب ظروفي، كنت يعني احب حب اعمى، يعني ظروفي وحبي له خلوني ما اشوف يعني شيء في الحياة له، خلوني يعني كنت افكر بس ابغى ارجع بيتي، ابغى اطلع يعني الاستقلاليتي اللي كنت فيها. يعني حسيت وقتها اني من جد لما كنت متزوجته كاني يعني حرمة لي بيت، يعني راح عمري. تدرون شعور اللي راح عمري وأنا أحلم بس ببيت أعيش فيه بدل هذه العيشة اللي أنا في غرفة فيها كأنها مستودع. الله يجزاها خير، يعني زوجة الشيخ هذا لازمتني وقالت لي يعني صلي الليل كله، لا تتركين الليل، ألزمي الحوقلة. كسرت أقوم الثلث الأخير في الليل وأبكي، يعني أبكي بين يدين الله سبحانه وتعالى لين ربي ربط على قلبي، الحمد لله نسيته، لكن لازلت أنا مكسورة، يعني مكسورة جدا، مقهورة من ظلمه لي. يعني وأنا بس أقول لكم نصيحة يا أخواتي، لا تثقون بأي أحد حتى لو كان يعني زوجك في يوم من الأيام، لا تثقين فيه. يعني دائما أحس أنه بعض الرجال ما أدري كيف يعني يجونك ما يبغونك بالحلال يبغونك بالحرام، يعني ما أدري صراحة إيش التفسير اللي أنا أقوله لهذا الرجل. وأخيرا بس أنه أنا نفس الشيء نفس صاحبة القصة، والله عجزت ألاقي وصف لهذا الرجل للأمانة. يعني بعض الرجال ماخذين النساء هوس، يبغى يعدد يبغى يتعرف على فلانة، لا بتلاقين يعني في رجال متزوجين 4 ومغازلين بعد 10 غيرهم، يعني أنا ما أدري كيف، نسأل الله السلامة والعافية. فاتقوا الله في زوجاتكم، اتقوا الله في أنفسكم في أولادكم. أنا صراحة ما أعطي نفسي الأحقية أني أنا أتكلم أو أقول أو أني أعلق على الموضوع لأن الموضوع صراحة كبير، وأحس أن القصة يعني مرة نرفزتني، أخاف أني أقول كلمة من هنا ومن هنا أحد يزعل علي، لذلك أنا أترك لكم حرية التعليق حول هذه القصة ويعني الظاهرة هذه اللي الآن شائعة جدا عند البعض. والله يديم يا رب الود والوصال بينكم وبين أزواجكم. وإلى هنا انتهت قصتنا لليوم، أتمنى أني أشوفكم إن شاء الله في قصة جديدة وفيديو جديد، أنا وأنتم بخير دائما إن شاء الله. إلى ذلك الوقت أستودعكم الله.